تعمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالشراكة مع مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل المنفذ من قبل الجي آي زد لتعزيز أنظمة الدعم للمؤسسات من خلال التغيير المؤسسي المستدام، حيث نقوم مع عدد من الشركاء في قطاعات مختلفة على إصلاح منظومة ترخيص الأعمال وتفصيلها في قطاعي التصنيع الغذائي والسياحة لأهميتهم الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، كما تم العمل على إنشاء وحدة تمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع اللجنة الأردنية الوطنية لشؤون المرأة لدعمها وتمكينها في القطاع الصناعي والتجاري. من عام 2018 دعم المشروع إنتاج في نشاطات مختلفة مثل دراسة تقييم الأثر الاقتصادي للمؤسسات الناشئة وإنشاء آلية رصد مستدامة لأهم المؤشرات، وهذا طبعا عشان نقدر ناخذ قرارات افضل لدعم البيئه الرياديه. اشتغلنا برضه على الفاينانس جايد واللي هو دليل رواد الاعمال للوصول للتمويل في الاردن، طبعا هذا الدليل متوفر على منصه ستارت اب جو. تم اطلاق منصه الماركت انتليجنس فانكشن واللي هي الهدف منها تعزيز صادرات الشركات القطاع من خلال انه منوفر لهم معلومات عن اهم الاسواق اللي عم بيطلعوا عليها. بشهر 1/2023 رح يتم اطلاق وحده تمكين المراه شيتكس، هي وحده لها اهميه كبيره لانها رح تمكن المراه بسوق العمل، بالذات بسوق العمل في تكنولوجيا المعلومات، رح تخلق فرص عمل للمراه، رح تكون تشتغل على بيئة جذابة للمرأة حيث المرأة والرجل بيشتغلوا مع بعض للمساهمة بالاقتصاد الرقمي بالأردن. مشروع الـ MSME كان من أول الداعمين لإلنا بأمام، لأنه مكننا أنه نبدأ نطبق المراحل الأولى من برامج أركان المختلفة مثل وثبة وأكشن فور جروث وغيرها. هاي البرامج طبعاً بتدعم الشركات اللي بتقودها النساء، بتمكنها إنها تكبر وتقوى وتخلق وظائف جديدة. لضمان استدامة البرامج والدعم شكلنا حلقات إرشاد، هاي الحلقات بيشاركوا فيها خريجات البرامج عشان يقدروا يشاركوا خبراتهم مع بعض ولحتى يتعلموا من الدروس المستفادة. كمان كوننا شراكات استراتيجية مع عدة مؤسسات منشترك معها بنفس الرؤية لحتى نضلنا عم ندعم نساء الأردن والريادة. لما شاركت ببرنامج وثبة اللي أطلقته أمام فينتشر، علمونا كتير أمور لازم نعرفها كأصحاب مشاريع ناشئة، منها الأمور القانونية والأمور المالية والأمور الإدارية، وهذا الإشي خلى عندي فكرة واضحة لكيف أنمي مشروعي في عام 2023. تم تجربة الخدمات الفنية المطورة للـ RECP في 18 مؤسسة في قطاع التصنيع الغذائي، وذلك لاختبار الجدوى من تطبيقها من تقليل استهلاك الموارد من طاقة ومياه ومواد خام، وبالتالي تقليل الكلف التشغيلية التي من الممكن إعادة استثمارها في هذه المؤسسات وخلق فرص عمل جديدة. ولاستدامة والتوسع في تطبيق هذه المنهجية لصناعات أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العلمية الملكية وغرفة صناعة الأردن. تمكنا من توفير نسب عالية من مواد الأولية في الكهرباء والغاز، ومن الفائض نخطط لفتح خط إنتاج جديد يوفر فرص عمل جديدة وزيادة الدخل. كانت نتيجة هذه المرحلة إيجابية في توفير التكلفة الفعلية والمتوقعة. تعمل السلطة خلال عام 2023 بالشراكة مع جي آي زد لإنفاذ استراتيجية التسويق الرقمي في قطاع الغوص في غاية الوصول الأسرع وتمكين هذا القطاع، كما نعمل على إنفاذ استراتيجية جرين فينز من خلال الوصول السريع وحماية البيئة البحرية في العقبة. طبعا التسويق الرقمي هو من أهم الأدوات اللي بنستخدمها للترويج إلى رياضة الغوص في مركزنا، وهو بيساعدنا بشكل كبير على الترويج للعقبة كوجهة للغوص لكثير أماكن في العالم. ومن خلال استراتيجية التسويق الرقمي راح نقدر نفتح أسواق جديدة، وهذا بيؤدي إلى زيادة أكبر في عدد السواح اللي بيجوا عندنا عشان يمارسوا رياضة الغوص بالعقبة، والتعرف بشكل أكبر على الحياة البحرية الجميلة اللي موجودة عندنا في خليج العقبة.